أولادي أعز الناس، بنتي أعز الناس على قلبي. غدر فيها ابن الحرام، غدر فيهم كلهم. إيش بدي أحكي لك؟ حفيدي اللي شفته بعد إيش؟ اللي ما شبعت من كلمة يا جدة، ولا شفته حتى زي الناس، ولا شبعت منه. أحكي لك عن مين؟ أحكي لك عن جوز بنتي اللي بيجيني بيطمن علي وبحس بي وبشوفني إيش عايزة وإيش مش عايزة. إيش بدي أحكي لك يمي؟ أحكي لك عن أسرة بحالها في يوم وليلة انغدر فيهم، لكن هم نلوى. أنا بنتي من 7 أكتوبر اتمنت الشهادة، بس قالت أنا متمنيتها مع جوز وطفلي، تمنتها. بس أنا عديت البلاء. الشهر الرابع استشهد، بعد 4 شهور من الحرب استشهد. كان عابر طريق، كان مروح علي، استشهد. عيده بالجنة إن شاء الله. سابع يوم الحرب، مستشفى القدس، وجبناه ودفناه. عمره 30 سنة، عزاب، لا فرح ولا تجوز ولا أنا فرحت. كان نفسه أكتر ولا جوزه. ربنا ما أرادش، الحمد لله عجل الله.